قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح به نفيا يتضمن النهي وزيادة، وصرح به نفيا يتضمن النهي وزيادة، أنه لا يسأل به إلا الجنة، أنه لا يسأل به إلا الجنة، فيحرم سؤال غيرها به، فيحرم سؤال غيرها به ما لم يكن عملا من أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة، ما لم يكن عملا من أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، ومعناه لعن من سأل الدنيا بوجه الله، ومعناه لعن من سأل الدنيا بوجه الله. فإن إطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به ما تعلق بالدنيا، فإن إطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به ما تعلق بالدنيا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهو يفيد تحريم ذلك، أنه لا يسأل بوجه الله شيء من أغراض الدنيا وأعيانها، وهو موافق لما في حديث أبي موسى الأشعري، وإنما يسأل بوجه الله الجنة وما قرب إليها وكان سببا من أسبابها. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه.